كلنا نحب الحيوانات ونحب العناية بها، ولكن هناك من اختار أن يطور هذا الحب إلى مهنة فأصبح مربياً للمواشي أو غيرها من الحيوانات. فهناك أنواع مختلفة لتربية الحيوانات. هناك تربية الماعز والأغنام والجمال والدواجن والنحل، وكذا تربية الأبقار. كل هذه الأنواع مهمة، إلا أننا سنقف عند تربية البقر. تتجلى أهمية تربية الأبقار في محورين أساسيين: الحليب واللحوم الحمراء. فبواسطة الحليب يتم إنتاج الجبنة والزبدة أو الياغورت. أما لحوم البقر فتعطينا لحماً مفروماً أو شطيرات أو شرائح لحم متنوعة. أول ما يجب على مربي الأبقار معرفته هو كيفية تغذية الأبقار. وبالفعل نتساءل، على ماذا تتغذى الأبقار؟ لكي تدر الأبقار قدراً كافياً من الحليب ويكون ذا جودة متميزة على طول السنة، يجب تغذيتها تغذية غنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية. يمكن أن تأكل البقرة العشب الطري أو البرسيم المجفف أو الشعير أو النخالة أو البنجر أو غيرها من النباتات الكلائية المركزة. ويبقى البرسيم المجفف أهم غذاء بالنسبة للأبقار. لهذا تجد أن متدربي المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات الذين اختاروا هذه المهنة يتعرفون على كيفية زرع وإنتاج البرسيم المجفف، كما يتعلم المتدربون الدور الذي يلعبه البرسيم المجفف في جودة الحليب واللحوم. قد تتساءلون، إلى أين تذهب الأبقار؟ إنها ذاهبة إلى أخذ حصتها اليومية من الاستحمام والنظافة قبل حلبها. تعالوا نرافق المتدربين لنرى كيف يحلب المربي أبقاره. أول ما يجب القيام به هو ارتداء البدلة الصحية، وهذا أمر طبيعي نظراً لعلاقة المجال بتغذيتنا وصحة المستهلك. في قاعة الحلب ينظف المربي آلة الحلب ويضعها على الضرع بعد تنظيفه أيضاً، وتهيأ البقرة لتتجاوب بطواعية وانصياع مع عملية الحلب. تجدر الإشارة إلى أن كل حلبة تعطينا ما يناهز 15 لتراً من الحليب، ويمكن أن تتكرر العملية مرتين في اليوم الواحد. على المربي أن يحدد ويضبط نوعية حليبه ويكتشف البكتيريات إن وجدت. هذا البحث يتم إنجازه داخل المختبر. مربي الأبقار يجب أن يكون ملماً ببنية البقرة وتكوينها. عليه أن يعرف كيف يشتغل كل عضو من أعضائها، خصوصاً الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي. وحين يضبط المربي هذه الأشياء يدرك متى وماذا يمكن أن يطعم أبقاره والقدر الملائم والكافي لذلك. الأبقار تتطلب اهتماماً كبيراً، خصوصاً تفقد الحوافر، لأنها إن أصيبت بميكروب أو تعفن تتسبب في أمراض خطيرة قد تصيب البقرة. وعلى المربي أن يعرف كيف يخصب الأبقار لكي تتناسل وتعطينا نسلاً سليماً. فبالجودة والتكاثر يكسب المربي نسباً أعلى من الألبان واللحوم. بعد سنتين من ولادتها تصبح البقرة الصغيرة جاهزة لإعطاء عجل جديد، وما أن تلد حتى تصبح ضارة للحليب. حينها يجب فصلها عن صغيرها ووضعه في مكان منفرد. لن نغفل جانباً آخر يساهم في تكوين مربي أبقار ناجح، إنه
جانب التسيير والحساب، إذ يبرمج المعهد الملكي بالفوارات دروساً مهمة في التسيير الإداري تساعد المربي سواء كان صاحب ضيعة أو عاملاً في ضيعة. أن تكون مربي للمواشي ليس أمراً سهلاً، لأنها مهنة تتطلب النظام والانضباط، وهذا ما يرسخ له النظام العسكري في المعهد الملكي بالفوارات. انظر إلى المتدربين في بداية يوم جديد مفعم بالنشاط والحيوية والحماس من خلال التحية العسكرية. هم! رأى!